قال المتحدث باسم الأونروا كاظم أبو خلف إن هناك أكثر من 1000 شاحنة يمكنها أن تكفي 1 مليون شخص في قطاع غزة، لكنها ما زالت عالقة في ميناء أسدود. وأضاف أبو خلف في تصريحات للتلفزيون العربي أن إدخال المساعدات إلى القطاع أمر غير ممكن دون فرض وقف لإطلاق النار على إسرائيل. لدينا أكثر من 1000 شاحنة موجودة محملة بما يكفي من أغذية تكفي الناس أو تكفي 1,100,000 إنسان لمدة شهر. هذه الشاحنات موجودة في ميناء أشدود، هذا ميناء إسرائيل. حتى الآن لا نعلم سبب تعطيلها في البلاد.